ومن شأن التوحيد كما أنه الدين الذي نزل به الوحي من الله تبارك وتعالى، فإنه الموافق للعقول السليمة، فإن المرء ذا العقل السليم لا يرضى باتخاذ الأنداد وعبادة الأوثان والتعلق بالتراب والأشجار وغير ذلك، بل إن العقل السليم لا يقبل إلا التوحيد ولا يرضى إلا به. ولهذا كثير من الناس وفقهم الله سبحانه وتعالى بما آتاهم من رجاحة عقل، فلم يرضوا اتخاذ الأنداد وعبادة الشركاء مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمثلة كثيرة جدا، يعني من ذلكم على سبيل المثال في الجاهلية زيد بن عمرو بن نفيل، وهو يعرف بموحد الجاهلية، مات قبل مبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري أنه كان يعيب على أهل الجاهلية عبادتهم الأوثان، وكان في كلامه الذي يقوله لهم وقد أورده البخاري في صحيحه كان يقول لهم: الشات خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء، فكيف تذبحونها على غير اسمه؟ كيف تذبحونها على غير اسمه؟ يعيب عليهم ذبحها على غير اسم الله وتقربهم بها إلى غير الله. وكان لا يأكل ما ذبح على النصب، ولما سئل عنه صلى الله عليه وسلم قال: يبعث أمة واحدة. فالمرء إذا نظر بعقله السليم لا يرضى إلا توحيد الله، ولا يمكن أن يقبل تلك التعلقات الباطلة. ولهذا أيضا كثير ممن هداهم الله سبحانه وتعالى أدركوا الفساد الذي كانت عليه عقولهم في عبادتهم للأحجار أو الأشجار أو الأضرحة أو غير ذلك من الأمور التي اتخذوها أندادا وشركاء مع الله سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا